مركز مركز شباب الجزيرة وأبرز ده على مستوى مركز شباب الجزيرة. معلش خلينا لا معلش مش مهم البوديوم لا مش مهم. الحاجة التانية ده واحد من أسعد الأيام اللي أنا فيها في الحكومة. أنا بقالي 3 سنين وشوية في الحكومة وده بقى واحد من أسعد الأيام لأني كنت دايما بدور على مربع. معلش مش عايز أتكلم خلاص تمام يا جماعة سيادة الوزير مش عايز يتكلم عن الموضوع كله ده بره القصه ده الموضوع بره القصه. بس بقول لحضراتكم ان احنا في مصر عندنا امكانيات كبيره جدا لو اشتغلنا اربع جهات مع بعض. احنا للاسف ما بنشتغلش اربع جهات مع بعض. اول مره احس ان اربع جهات موجوده. الاربع جهات دي لو اشتغلت مع بعض تنجح جدا. هي الحكومه اشتغل معاها الكيانات الاقتصاديه الكبرى زي البنك الاهلي واشتغل معاها مؤسسات المجتمع المدني زي مؤسسه الحسن ويغطي كل الشغل ده كله. اذا اشتغلنا الاربعه دول مع بعض مؤسسات اقتصاديه كبرى مؤسسات مجتمع مدني حكومه اعلام بيغطي الحدث ده عشان يجيله ناس ثانيه بتبتدي الدنيا تتحرك. اعتقد ان احنا هنغطي حاجات كبيره جدا. انا بقول لحضراتكم النهارده اللي بيحصل ده ممكن نقدر نغطي احنا